تعال اقول لك على حاجه، لو انت عايز تعرف ازاي يخلد ذكرك الى ابد الابدين، تمام، اقرا القران وانت تعرف. سبحان الله، ربنا خلد ذكر ناس، يعني بمفهومنا النهارده الناس دول ممكن نقول عليهم اكتر ناس وحشه. زي مين؟ زي سحرة فرعون. صح، سحرة فرعون دول كان ناس وحشين جدا جدا جدا، واقفين مع فرعون بيقولوا له ما لنا اذا فعلنا كذا وكذا، تمام، فقال انكم من المقربين، تمام. ومع ذلك اللي حصل، بقوا ايه؟ بقوا من قصص التوحيد المذكوره في القران الى يوم القيامه. صح. طيب، غلام اصحاب الاخدود ده، غلام راح يتعلم على ايد ساحر، فالمفروض ان دي حاجه وحشه جدا، ومع ذلك لما اتعلم على ايد الراهب واختار في الاخر ان هو يبقى داعي لدين الراهب، ايه اللي حصل؟ خلد ذكره الى ابد الابدي في القران، تمام. برضو لما نيجي نتكلم على مواشطة بنت فرعون، نهار ابيض، هنحكي كله بالتفصيل، بس يعني احنا ناخد لفظه سريعه كده عن ايه، عن القصص دي اللي خلد ذكرهم الى ابد الابدين. عملوا ايه؟ عملوا حاجه واحده بس، نصروا التوحيد، دعوا الناس لتوحيد الخالق. لو حضرتك عملت كده وافنيت عمرك في الكلام ده، انتظر انك ستكون من المخلدين.